يا من إذا قلت يا مولاي يا نبي يا من إذا قلت يا مولاي نباني يا واحدا يا واحدا ما له في الملق فاني يا أمره بين الكاف والنون أعصيك تسترني فكيف أنسى يا من لست تنسى صلاة صلاة الله سلام
الصلاة
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة Rasulullah adalah karya wali Allah. Berkah maulidnya Rasulullah adalah karya wali Allah. Ya Rasul, salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan jamaah kami yang ada di sini, ya Allah, temukan dengan Rasulullah besok di telaganya Rasulullah, ya Allah, di dalam kautsar di surga bersama Allah. وصلاة الله تغشى
صلي النبي يا الله. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، كن شفيعا يا حبيبي يوم حشري واجتماع. طلع البدر علي بالثانية الغداء وجدوا عزائنا بعد تنزيك اللقاء. طلع البدر علينا ثانية الغداء وجد الشكر علينا يوم مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا يا خير داعي، مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، أيها النبي رحمة الله عليك، صلوات الله عليك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.